اسم الله عليك، اسم الله وألف ما شاء الله كمان عليك، اسم الله عليك، اسم الله يا جامد انت يا سمبتي. ايه يا عبد الله؟ بيقول لك درجة حرارة الحرم 120 فرهنهايت. جاتك حمى ما تشيلك، ما تتلم يا عبد الله، ولا نديلك عواطف. يا بنت الشغل البيئة ده، انت هتتلزقي ولا ايه؟ يا سم يا عسل، واسم الله عليك، اسم الله ألف مش. عزة يا اخي بقى خضتني، عايز ايه يا عبد الله؟ انا بس عايز في الموضوع. خلي اجري له حاجه. ده انا اللي هقول لي حاجه. في ايه يلا؟ في ايه مجنون؟ في ايه؟ اطلع يلا بره. تعالي هنا بس. في ايه يا لهوي؟ حوش انت هتصوت يا بنت انت ولا ايه؟ وانا مش عارف اللي كنت بترقصي له. انزلي يا اخي بنت. يا لهوي يا واطي يا ابن الكلب. يا واطف يا واطف يا واطف الحقيني يا واطف. ابنك عبد الله كان مستنيني تحت بين السلم وكان عايز يزنقني. بص يا رت هو يا بص يا رت. ابني اوعى ولا اوعى كنت اوعى لك نفسك. بص يا انا اللي هيرفع له انا عبد الله هطهاله. ابعد عن ابني يالا. ولا عبد الله الكلام اللي لقيته حصلت صح؟ لا والله يا اما دي كذاب. كذاب؟ انا شايفه هو داخل وراها بيتها. اخرس يا سلامة لو هطارك في الحارة. جريمة عبده. ولا عبد الله انت ولا عبد الله. لا يا رجل استنى. فاكرين مالهاش اهل ولا ايه ولا؟ خلاص يا رجل جت سليمة. يا سلام هي دي اللي همك جت سليمة؟ هستناها لما تيجي مخطوبة انت وابنك. قسما بالله العظيم لا تبيعك. ويمين على يمينك يا رجل لو ايدك اتمدت على ابني لاكسرها لك. ابني انا اولى بتربيته. واطي تضربيني يا ام عشان البنت الكدابه دي. اهو يا حاره متصوره عريانه بترقص واحد معرفش مين. يا بنتي وجات عندي والشرف ناح يا اختي. ده رفضت حقك بدل ما تبلي على اشرف مني. تعال شغل البتاع ده اهو والحاره كلها عارفه. ايوه يا بنتي يا بنتي يا لهوي يا عسل. يا لهوي يا لهوي يا لهوي.